ان الدكتور عبد المنعم فتحي مني كل تقدير واحترام يتصور ان كل المرشحين اللي هينزلوا هم مش مرشحين ثوره، لان هو متصور ان وقفتهم في 30/6 دي معناه ان هو وقفوا مع المجلس العسكري. انا رايي ان موقف الجيش في 30/6 نفس موقفه في 11 فبراير بالظبط. وانه الاخطاء اللي تم ارتكابها في الفتره الانتقاليه بتاعت فبراير بعد فبراير هي نفس الاخطاء اللي بيتم ارتكابها دلوقتي. انا شايف المشهدين قريبين من بعض. اللي عايزين يحسسوا الناس ان اللي بعد 30/6 مختلف، يعني الجيش تصرف في 3/7 زي ما تصرف بالظبط في 11/2. اللي عايز يشوف ده انقلاب يشوف ده كمان انقلاب، اللي عايز يشوف ان دي ثوره يشوف ان دي ثوره. كل الاخطاء اللي تم ارتكابها في الفتره الانتقاليه اللي هو كان مسؤول عنها المجلس العسكري، بس في ناس راضيه عنها لانه المسار في الاخر مصالحها، لا انه تسلم السلطه للاخوان المسلمين. بل بالعكس انا شايف انه الاخطاء اللي موجوده دي دلوقتي، وانا اسف انا عمري ما يعني ما ببرر للقمع، جزء كبير يتحمل مسؤوليته النهج اللي خلاه الاخوان المسلمين من يوم 3/7 حرق الكنائس، مواضيع بتاع الدلجة وكرداسة ضرب مش عارف ايه، الاعتداء على الناس اللي في الجيش، ده ادى لفكرة ان انت عندك سلطة تنفيذية فيها وزارة مش متدربة تدريب كويس، ما عندهاش ما تقدرش تتصرف غير بالطريقة دي. في اطراف من النظام اصلا بيستدعوا هذه الحالة، يعني انا بروح اقدم للناس برر للقمع والمواطنين المصريين بقوا يقول لك اضرب وفرم وبتاع. يعني احنا الاخوان المسلمين اللي هم اجرموا في حق الثوره المصريه هم اللي، وطبعا انا ده مش مسؤول عنه حزب مصر القويه، والناس كانوا موقفه واضح من يوم 30/6، بس انا بقول ان الناس وهي بتقول ان هي مش عايزه تنزل، انا ممكن اقول ان انا مش عايز انزل عشان مفيش تكافؤ فرص. انا بصراحه خلي بالك انا دي بصراحه احترم جدا اللي يخرج، يعني انا رايي ان اصل مش عيب في اطراف في الطار الشعبي والكرامه مش موافقين على ترشيح حمدين صباحي، لان بيقولوا الكبار كلهم الشباب بيقولوا ان مؤسسات الدوله منحازه للمشير السيسي.